يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد عند بعض الرقاة قطعة من جلد الذئب وتكون معلقة، يقال إنها الخرافات والعياذ بالله، اللي يروعون الجن بقطع من الذيب أو من جلد الذيب، هذه كلها خرافات وجاهلية، يريدون بذلك ابتزاز أموال الناس، فهذا أمر باطل ولا يجوز التصديق به ولا يجوز عمله، يجب الأخذ. إذا عرفتم أحد عنده من هذا الشيء فلازم ترفعون إلى الهيئة، لأن عنده تعليمات في هذا الأمر. نعم.